السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق التك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. فيديو جديد عن موبايل اقتصادي من ريلمي. انا عارف ان انا اتأخرت في المراجعة دي، بس الحقيقة كنت مشغول بالفيديوهات اللي فاتت، زائد ان انا بجربه بقاله شهر، خير وبركة يعني. مش هفرهدكم كتير في الفيديو ده، وهقول لكم خلاصة التجربة على شكل عيوبه ومميزات، وطبعا العيوب والمميزات دي هقول لك عليها من خلال مراجعتي لكل نقطة في الموبايل. قبل ما نبدأ في التجربة وافصل لكم العيوب والمميزات، احنا خلاص قربنا على ال 100,000، وان شاء الله بهمتكم معانا نوصل لل 100,000 قبل نهاية السنة. وانت بتشترك هتلاقي زرار اللايك جنبك، اضغط عليه عشان الفيديو ده برضه يوصل لاكبر عدد من الناس. تصميم هنا شباب مش هنرغي فيه كتير، 99% من الموبايلات الفئة الاقتصادية بتيجي بلاستيك، بس المميز هنا في التصميم انه جاي بترند الكاميرات المربعة في الفئة دي، واي نعم هي كبيرة حبتين بس مقبولة على كل حال. تاني حاجة لون الموبايل الجرين اللي جاي مع خطوط بارزة على شكل بصمة الصباع عشان تمنع التبصيم، اما الجزء اللي فيه لوجو ريلمي جاي مختلف تماما عن جسم الموبايل، هو جاي ناعم وجسم الموبايل كله جاي بملمس خشن. الجميل هنا في الموبايل انك تاخد شكل بريميوم جدا، لكن طبيعة ملمس الموبايل البلاستيك بتحرمك من كمال التميز، وعلى كل حال ده العادي والمتقبل في الفئة الاقتصادية. على الجنب اليمين هتلاقي زرار التحكم في الصوت مع زر الباور، وهتلاقيهم كليكي كده، والحقيقة مميزين جدا. في الجهة الشمال هتلاقي درج شرايح ثلاثي برضو زي ما انا بفضل، عشان تركب كارت ميموري في درج منفصل عن الشريحتين وما تستغناش عن واحدة منهم. تحت بقى هتلاقي كل حاجة، هتلاقي سبيكر احادي على اليمين زي ما انا بفضل برضو عشان ما تكتمش الصوت وانت بتلعب او بتتفرج، مع منفذ شحن قديم، مع المايك، مع منفذ 3.5 الخاص بسماعات الاذن. تقييم للتصميم من حيث العيوب والمميزات، التصميم مميز جدا، ما فيهوش اي عيب قابلني خالص اثناء فترة الاستخدام، مسكة الموبايل، ابعاد والكلام ده كله زي الفل. ولكن العيب الوحيد هنا ان هم للأسف الشديد استغنوا عن البصمة، وفي اي موبايل اقتصادي الطبيعي ان انا بتنازل، ولكن التنازل ما بيكونش المفروض في حاجة اساسية زي بصمة الاصبع، وبالتالي هنا هتاخد وسيلة امان واحدة بس، وهي الفيس ريكوجنيشن او الفتحة عن طريق الوجه. يلا بينا بسرعة نروح على الشاشة وافصل لك تجربة استخدامي ليها من حيث العيوب والمميزات. الشاشة هنا بتيجي كبيرة بحجم 6.5 بوصة بتصميم الووتر دروب نوتش اللي بيحتوي على كاميرا السيلفي، ودي برضو من المميزات. الشاشة هنا جاية بدقة اتش دي بلس، وبالتالي كثافة البكسلات كمان هتبقى قليلة، 270 بكسل لكل بوصة. وبالرغم من كده برضو عشان نبقى بندي لكل حاجة حقها واحقاقا للحق، ان الوان الشاشة هنا محترمة جدا، وزوايا الرؤية ممتازة، والسطوع تحت اشعة الشمس برضو ما كانش عندي اي مشكلة فيه. ولكن برضو في جزء كبير من التفاصيل غايب بسبب دقة الشاشة سواء في اللعبة او في المشاهدة. نروح هنا على الاداء ونتفرج كده على عتاد الموبايل ده بالتفصيل. الموبايل ده بيجي بمعالج من ميديا تك الا وهو هيليو جي 35، مع معالج رسومي باور في ار 83 20، مع 3 جيجا رام، مع 32 جيجا ذاكرة تخزين. وفي نسخة تانية بتيجي 2 جيجا بس رام، مع 32 جيجا مساحة تخزين، ما انصحكش بيها خالص، خليك في الثلاثة مع ال 32. الموبايل هنا برضو بيطلع من العلبة بأحدث إصدار من الأندرويد ألا هو أندرويد 10، مع أحدث واجهة من ريلمي، ريلمي يو أي فيرجن 1. زي ما قلت لك قبل كده في كل مراجعاتي لهواتف الفئة الاقتصادية، إن أنا ببقى مركز مع الأداء الخفيف بشكل كبير جدا. هنا الحقيقة واجهة ريلمي أثبتت لي إنها واجهة تستحق فعلا إن أنت تجربها، لأن هي سلسة جدا وخفيفة جدا. ومع استخدامي الكتير والمطول للموبايل، الموبايل ما كانش لاجي خالص، وكان فين وفين على ما يكون في لاج. وطبعا مش دي الفئة اللي انا اقول لك فيها فتح التطبيقات والاحتفاظ بيها في الخلفية خالص. والحقيقة شباب مش بس الاداء خفيف، الواجهة كمان غنية جدا، فيها فيتشرز كتير قوي من الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة. الموبايل هنا محمل عليه العاب كتيرة قوي عشان بحضر السلسلة جديدة، انزل اشترك بسرعة عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية حماسية قوي، واشتراكك ده هيزود الحماس اكتر. وعلى مستوى المهام التقيلة هتلعب ببجي على الاعدادات المتوسطة بشكل كويس جدا، وهتاخد نتيجة مرضية إلى حد ما، ولكن على أقل إعدادات للجرافيك مع الهاي فريم ريت. كول أوف ديوتي على أقل إعدادات للجرافيك والهاي فريم ريت، اللعبة كانت ناعمة جدا وسلسة، ومفيش تسقيط فريم يذكر، ومش هتحس بيه، ومفيش لاج برضه. وفي ملحوظة مهمة حابب أقول لك عليها، وأنت بتفتح جيم تقيل اقفل كل البرامج المفتوحة في الخلفية عشان تاخد أداء سلس وناعم، وده طبعا عشان تشغل الرام والمعالج باللعبة اللي أنت بتلعبها بعيدا عن باقي التطبيقات اللي أنت بتستخدمهاش. الموبايل بيجي بكاميرتين، الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.2، الكاميرا دي طبعا مزودة بالذكاء الاصطناعي، وفي كاميرا تانية 2 ميجا بكسل عمل العزل. هتصور في ضوء النهار تفاصيل واحدة وحاجة كده آخر جمال، وهتلاقي الألوان متشبعة، وتقدر تقول هتنبسط بأدائها على كل حال. ديناميك رينج هنا خيالي، ومعالجة الصور معالجة احترافية محترمة جدا، وده طبعا بالنسبة للفئة السعرية اللي الموبايل نازل فيها. العزل حقيقي رائع وممتاز، أخطائه بسيطة جدا، تقدر تقول مش موجودة. أما الصور في الإضاءة الليلية أو إضاءة الغرفة متوسطة بالنسبة للفئة السعرية، لكن انبسطت من تجربتها على كل حال وما قفلتنيش. كاميرا هنا بتدعم البانوراما والتايم لابس والشورت فيديوز والتصوير البطيء. اما كاميرا السيلفي اللي في الموبايل ده فبتيجي بدقه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه
5.4. انا اعتبر الكاميرا الخلفيه من مميزات الموبايل في السعريه دي، لكن مش هقدر اقول لك ان انا هخلي الكاميرا الاماميه معاها. الكاميرا الاماميه هنا يعني مش كفايه دقه البكسلات القليله، لا انت كمان مضيق فتحه العدسه جدا. وعلى كل حال النتائج بالنهار برضو بيكون شكلها حلو، وهتعتمد عليها في التصوير في الضوء القوي عموما. الديناميك رينج عكس الخلفيه تماما، مش حلوه قوي، وخاصه ان الاضاءه اللي وراك بتلسع بشكل غريب، وبسبب فتحه العدسه الضيقه لا اخفي عليك سرا ان الصور بالليل نويزي والتفاصيل قليله جدا. الكاميرتين الاماميه والخلفيه بيصوروا فيديو بدقه تصل ل 1080 بي بمعدل سرعه التقاط 30 اطار بس في الثانيه. مسائل الحمايه هنا الوحيده الفتح عن طريق الوجه سريع ودقيق وما بيفتحش عينك مغمض. عن تجربتي للشبكات سواء الاتصال او الواي فاي، شبكات ريلمي ما عنديش اي تعليق عليها، لا في الفئه الاقتصاديه ولا الميد رينج ولا حتى الفلاج شيب بتاعها. صوت السماعات هنا مميز وعالي، وهتسمع اللي انت بتكلمه بمنتهى الوضوح، لكن اللي بيكلمك هيسمعك بمنتهى الوضوح في حال ان انت في مكان هادي، لكن لو في مكان فيه دوشه مش هيسمعك قوي، وده طبعا بسبب غياب مايك عزل الضوضاء. اما السبيكر الاحادي اللي هنا فجاي صوته عالي ومتوسط، فيه برضو حده بسيطه قوي لكن مقبول جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها. لو هنتكلم عن الكماليات اللي بيدعمها الموبايل، فالموبايل ده بيدعم الاف ام راديو والبلوتوث الاصدار الخامس مع البوصله والقرب والتسارع، وللاسف الشديد ما بيدعمش الجيروسكوب سنسور، فمش هتعرف تركب نظاره الواقع الافتراضي ولا تستمتع بتجربه الفي ار. وبيدعم هنا الاو تي جي طبعا، وكعاده موبايلات ريلمي لا يدعم لمبه الاشاره. والله انا بتمنى من ريلمي او من اي شركه تانية انها تبص لموضوع لمبه الاشارات ده من زاويه ايجابيه شويه. اما بطاريه سي 11 فبتيجي عملاقه بحجم 5000 ملي امبير، حابب تفقد طاقه ببطء شديد جدا، وبتكمل معايا يومين مستريح في استخدام المتوسط العادي. ومن منفذ الشاحن المايكرو اس بي 2 القديم جدا، ولكن انا بتقبله في الفئه السعريه دي عادي جدا، هتقدر تشحن البطاريه دي في حوالي 3 ساعات. وبرده مش هقدر اعتبر ال 10 واط كسرعه شحن من العيوب، لان ده الطبيعي جدا في الفئه السعريه دي. لو عايز تستفسر عن اي حاجه في الكومنتات تحت هتناقش معاك في اللي انت عايزه، وتقول رايك في التليفون ايه وهو افضل حاجه في الفئه ولا لا. اشتراكك في القناه شيء يشرفني، ودعم كبير جدا بيقربني من تحقيق تارجت ال 100,000 متابع قبل نهايه السنه ان شاء الله. ما تنساش برده جرس الاشعارات عشان ان شاء الله الفيديوهات توصلك اول باول، لان اللي جاي زي ما قلت لك مختلف وغير. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير.